لكم في القناة، فعايز تضغطوا لايك. الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف شرح اول فيديوهات الترم الاول للصف الخامس كونكت 5. هنبدا ان شاء الله في الفيديو الاولاني شرح يونت 1 للوحده الاولى بعنوان وي بلانت اور فود، يعني نحن نزرع طعامنا. هنبدا ان شاء الله بليسن 1 زي ما احنا متعودين، بنشوف اهم الكلمات وبنحل في الاخر طبعا على شرح الدرس. عندي العنوان كلمة food and drink، كلمة food اللي هو طعام ودرينك اللي هو الشرب أو الشراب، يبقى بيتكلم عن الحاجات اللي ممكن ناكلها أو الحاجات اللي ممكن نشربها. نروح للكي فوكاب اللي هي أهم الكلمات موجودة عندنا في الليسن. بول beans 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 اللي هو الفول، eggs 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 اللي هو البيض، carrots 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 زي ما احنا متعودين بنكرر مع بعض علشان الكلمة تبقى سهلة في الحفظ والنطق. كلمة onions onion onion onions onions اللي هي البصل، coconuts 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 اللي هو جوز الهند، chocolate 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 اللي هي الشوكولاتة. ها ركز بقى في الكلمة دي زي ما قلنا، ها lemons lemon lemon مش ليمون، لا lemon lemons lemons lemons، pineapple pineapples pineapples pineapples، limes 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 اللي هو الليمون الحامض او اللي هو الليمون الاخضر. نروح بعد كده للاكسترا فوكاب الكلمات الاضافيه. عندي كلمة favorite 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 اللي هو المفضل، ودايما لما نيجي نسأل، عارفين السؤال دايما لما نسأل الحاجة المفضلة بنقول what is your favorite، لما اقول what is your favorite food what is your favorite drink وهكذا. كلمة chicken 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 اللي هو الدجاج، mango 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 اللي هو المانجو، a little a little a little، healthy 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 اللي هي صحي، عكسها طبعا unhealthy unhealthy unhealthy، بط 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 اللي هو الإناء، fresh 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 اللي هو طازج لما تيجي مع الأطعمة أو المشروبات، uncle 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 اللي هو عم أو خال. نروح لتوصيفات الأفعال. عندي الأفعال اللي هي regular اللي هي منتظمة والregular اللي هي غير منتظمة. عندي كلمة collect collected collect collected، plant planted plant planted، love loved love love، pick picked pick picked اللي هي يقطف. تاني collect collected plant planted love loved pick picked. نروح لأفعال غير منتظمة. grow بمعنى ينمو أو يزرع أو بمعنى يكبر، grew sell sold buy bought. طبعا عارفين إن الجي اتش هنا سايلنت ما بنطقهاش. grow grew sell sold buy وكلمة بوت. نروح للمعلومة، بيقول لي do you know يعني هل تعرف، معلومة إضافية. بيقول لي pineapples اللي هو الأناناس don't grow on trees يعني لا ينمو على الأشجار، they grow on the ground بينمو على الأرض، يعني الثمرة بتاعتها بتبقى موجودة على الأرض. نروح بعد كده للـ important expressions اللي هي أهم التعبيرات and propositions اللي هي حروف الجر اللي موجودة في التكست عندنا. عندي كلمة at the market يبقى معناها في السوق. لما نقول we buy بمعنى إيه؟ يشتري شطار meat أو fruit أو vegetables at the market، يبقى المقصود بها from the market. That's easy لما أوصف حاجة إن هي سهلة مش صعبة يعني بقول that's easy. طب مين شاطر فاكر؟ ها عكس كلمة easy، ها ناس شاطرة بتقول difficult صح، أو حد تاني شاطر يقول لي كلمة hard. In the garden معناها في الحديقة، in the garden. On the ground on the ground معناها على الأرض. It's okay يعني تمام أو مفيش مشكلة أو لا بأس، واجيب بعدها تو زائد انفينيتيف اللي هي تو زائد المصدر. نروح بعد كده لاهم المين بوينتس اللي هي النقاط الرئيسيه على درس الليسننج والريدنج. عندي فريدز فيفوريت فود، كلمه فيفوريت فود قلنا اللي هو الطعام المفضل. ها لو قلت بقى ما هو الطعام المفضل بالنسبه لك يبقى وات از يور فيفوريت فود. بيديني كلمه فيفوريت، لما نحط كلمه فيفوريت ديت في جمله تطلع ازاي؟ هنقول فريدة's favorite food is chocolate. طب
لا اقول او عايز اقول طعام علي المفضل هو التشيكن، يبقى اليز فيفوريت فود از تشيكن. كلمة unhealthy يعني غير صحي، دايما هنوصف الحاجات اللي هي غير صحية زي كلمة الشوكلت، لما نقول الشوكلت is unhealthy if you eat a lot، الحاجة اللي بناكل منها كتير بتبقى unhealthy. طب كلمة chicken اللي هي الدجاج، لو قلت chicken is healthy يعني بيكون صحي، اللي هو دجاج أو لحم دجاج. كلمة collect قلنا بمعنى يجمع، وكلمة sell بمعنى يبيع. لما نقول فريدة's uncle اللي هو عم فريدة، collects بمعنى يجمع، fresh eggs اللي هو البيض، and sells them بيبيعوا at the market يعني في السوق، يبقى sell at the market معناه يبيع الشيء دوت فين؟ في السوق. طب نطبق كده تمرين سريع على الكلمات اللي احنا قريناها، لو حفظنا الكلمات كويس هلاقي الأسئلة سهلة جدا بالنسبة لي. بول اي باي فريش فيجيتابلز، بنشتري الخضروات الطازجه. في ناس شاطره عرفت الاجابه من قبل ما نكمل، اد ذا منين؟ يا ترى جاردن حديقه، ماركت السوق، بيتش الشاطئ، بانك اللي هو البنك. ها ناس شاطره جاوبت، يبقى كلمه ماركت اللي هو السوق. رابتس فيفورت فود، الطعام المفضل للارانب از، يا ترى لايمز ولا ايجز ولا كاروتس ولا اونيونز؟ لا يبقى كلمه كاروتس اللي هو الجزر. خدنا كلمة لايم، ها لسه قلنا في الكلمات، تمام اللي هو الليمون الأخضر. إجز اللي هو البيض، أونيونز اللي هي البصل. سبيس إز ديليشس معناها لذيذ، بات نوت هيلثي، أه حاجة حلوة ولذيذة بس ليست صحية. يا ترى لايم ولا تشيكن ولا تشوكلت ولا ميت؟ أكيد طبعًا يبقى كلمة التشوكلت اللي هي الشوكولاتة. زي ريز تشيكن، ريز بمعنى يربي. هنا بتساوي كلمة اسمها كيب، كيب دايما بجيبها مع البيرز او كيب مع الانيمالز، بتساوي كلمه ريز بمعنى يربي. chickens to get fresh عشان يحصلوا على سبيس افري داي. يا ترى ميلك، هل يا ترى هنجيب ميلك من الشيكن ولا اونيونز ولا ايجز ولا باينابلز؟ شطار، يبقى هنحط هنا كلمه ايه؟ ايجز اللي هو البيض. سبيس از ماي فيفورت هيلثي فروت، هيلثي فروت اللي هي الفاكهه الصحيه. يا ترى باينابل ولا ميلك ولا تشوكلت ولا تشيكن؟ ناس قالت يا مستر سهله خالص، يبقى كلمه باينابل اللي هي الاجابه رقم A. I always have space and eggs for breakfast، على الفطار هياكل بيض مع ايه؟ بنز ولا بونز ولا بينز ولا بولز؟ اكيد يا مستر يبقى كلمه بينز اللي هي الفول، بولز اللي هي الكره، بونز اللي هي عظام، وبينز اللي هي الاقلام. A farmer اللي هو الفلاح، space onion and potatoes. يا ترى throw معناها يرمي، draw بمعنى يرسم، read معناها يقرأ، ولا grow؟ شطار برافو، يبقى هنا هنحط كلمة grow بمعنى يزرع. نروح بعد كده لل listening and reading. بقول listen and read يعني اسمع واقرأ. بقول does فريدة، هل يا ترى فريدة think بمعنى تعتقد chocolate is healthy؟ هل يا ترى في وجهة نظرها أو في رأيها إن الشوكليت بتكون healthy اللي هي صحية؟ What is your favorite food؟ فريدة بتسألها بتقول لها يا ترى إيه الطعام المفضل بالنسبة لك؟ فالإجابة بتقول That's easy، حاجة سهلة خالص، It's chocolate يعني الشوكولاتة. بتقول لها I love chocolate too، بتقول لها أنا بحب كمان الشوكولاتة. كلنا حافظين إن كلمة تو بتيجي في الجملة المثبتة بمعنى أيضا، شطار. but ولكن it isn't healthy، كلمة isn't healthy يعني ليست ايه؟ صحية. ادي كلمة isn't اهيت، واحط كلمة healthy. حد شاطر يقول يا مستر انا ممكن اشيل not healthy كلها واحط كلمة واحدة، ايه هي؟ ها is. شاطر برافو، صح unhealthy، يبقى isn't healthy يبقى not healthy بتساوي unhealthy. I think it's okay يعني حاجة كويسة to eat a little يعني ناكل منها حاجة قليلة، but yes it is unhealthy if you eat a lot، لو احنا كنا منها ايه؟ كتير. تقول لها what's your favorite healthy food؟ طب الطعام الصحي المفضل ايه بالنسبة لك؟ فتقول لها oh I like chicken اللي هو لحم الدجاج، and I like fish وكمان بحب السمك، but my favorite is مانجو يعني المانجا افضل حاجه بالنسبه لها صحيه. We have a mango tree in the garden، خدنا تعبير على بعضه اسمه in the garden معناها في الحديقه.
فبتقول لها اي لاف مانجو تو، انا بحب كمان المانجا. ها تو بتفكرنا بايه؟ بتفكرنا يا مستر انت قلت لنا ان كلمه تو بتيجي في اخر الجمله الايه؟ المثبته. طب برضه عشان نفتكر كلمه ايضا كمان اسمها ايزر او ايزر، بس كلمه ايزر او ايزر ديت بتيجي في اخر النفي. يبقى ايه الفرق ما بين ايزر وتو؟ هتقول لي يا مستر تو بتيجي في اخر الاثبات، صح، وايزر بتيجي في اخر الجمله المنفيه. برافو عليك. I love mango too. We don't have a mango tree. We have a lime tree and a lemon tree. فبتقول لها my uncle grows، بمعنى يزرع، onions and potatoes اللي هو البصل والبطاطس. He has chickens too. He collects يعني بيجمع fresh eggs اللي هو البيض الطازج every day يعني كل يوم. Sometimes أحيانا he sells، he المقصود بها مين؟ شطار اللي هو كلمة uncle، sells them. طب ايه المقصود بكلمة them بقى يا ابطال؟ ها نفكر، سهلة، برافو عليكم، صح. كلمة them ديت يا مستر تشير إلى الإجز اللي هو البيض at the market. خدنا التعبير ده على بعضه اسمه at the market يعني في السوق. نروح بعد كده ل how we grow. grow يعني نزرع lemons، يعني ازاي ممكن نزرع الليمون. نشوف الصورة الأولى. بقول ذا جيرل البنت is planting، معناها بتزرع a lemon seed، seed اللي هي البذرة، in a pot، يبقى بنحط البذرة في إناء. الصورة الثانية the lemon tree is starting to grow، الشجرة بتبدأ تنمو. الصورة الثالثة sunflowers اللي هي الزهور are growing يعني بتنمو. There are lemons on the tree، ودلوقتي أصبح الليمون موجود على الشجرة. The girl is picking، بيك معناها يجمع أو يلتقط، the lemons بتقطف أو بتجمع ثمار الليمون. She is making، دلوقتي هتصنع إيه بقى من الليمون؟ ليمونيد اللي هو عصير الليمون. يبقى ديت الخطوات بتاعت زراعة شجرة الليمون. نروح بعد كده بقى لحل تمارين ليسن 1 اللي هو الدرس الاول. اهم حاجه قبل ما نحل نكون حفظنا الكلمات، فهمنا الشرح بشكل كويس، هنقدر نحل بكل سهوله. نروح للسؤال الاول، بيقول listen and write true or false، اسمع وحط صح او خطا طبقا للتكست اللي احنا هنسمعه. نروح للليسننج نسمعه الاول. بيقول Sarah and her family love practicing different sports. Her brother Ali likes playing basketball. Ali plays basketball in the club. بعد ما سمعنا نروح للسؤال الأول. Sarah and her family love practicing different sports. يبقى الإجابة هنا هتكون true، يعني إجابة صحيحة، يبقى true. Ali likes playing football. لا هو ما بيحبش الكوره، ده هو بيحب الايه؟ باسكت بول. يبقى ديت فولس. Ali plays basketball in the club. يبقى الاجابه true اللي هي اجابه صحيحه. نروح للسؤال الثاني برضو listening، بس هنا هنكمل الكلمه الناقصه. بول دنيا's favorite food is chocolate. Chocolate is unhealthy. دنيا likes eating healthy food. such as chicken, fish, and rice. نروح للجملة الأولى. دنيا's favorite، يبقى هنحط كلمة food اللي هو الطعام. Space is unhealthy، يبقى كلمة chocolate. دنيا likes chicken, fish, and، يبقى هنحط كلمة rice اللي هو الأرز. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال لتشوز الجملة الأولى. بول ماي انكل بلانتد، بمعنى زرع، ان ابل تري ان هيز، هيزرع فين؟ اوفيس، مكتب، لايبراري مكتبه، روم حجره، جاردن، اكيد يبقى كلمه جاردن اللي هي الحديقه. وي باي، بنشتري فروتس اند فيجيتابلز وخضروات، ات ذا، من بيكري مخبز، ماركت سوق، لايبراري مكتبه، سكول مدرسه. لا يبقى هنا هنحط كلمه ات ذا ماركت اللي هو السوق. شوكليت سبيس هيلثي اف يو eat a lot، لو كان ده كتير، يبقى can't ولا didn't ولا isn't ولا don't. طبعا هيلث صفه، يبقى لازم تاخد فيرب تو بي، يبقى هنحط هنا كلمه isn't، يبقى isn't healthy. I think it's okay to eat ولا eating ولا ate ولا eat.
little chocolate. طبعا قلنا it's okay too، هاجي بعدها infinitive يعني مصدر بدون اضافات، يبقى هنا نحط كلمة eat على طول. نروح لسؤال التوصيل. السؤال الاول بيقول eating too much chocolate يعني اكل شوكولاتة كتير، يبقى اكيد is unhealthy، يبقى دي number one. Chicken is my favorite chicken، يبقى healthy food، يبقى دي number two. My dad grows lemons اللي هو الليمون، يبقى أكيد grow يزرع، يبقى in the garden أو in our garden. What is your favorite؟ طالما قال لي سؤال يبقى هنا what is your favorite؟ يبقى نحط كلمة food اللي هو الطعام، يبقى دي number four. طبعا ما ينفعش أقول what is your favorite you doing، أكيد لا. نروح لسؤال الترتيب، بقول reorder the words to make correct sentences. مديني ماركت، onions، sells، he، the، at. يبقى هنبدأ بالفاعل اللي هو كلمة he، فاعل محتاج فاعل شطار، يبقى كلمة sells. طب هيبيع، هيبيع مين؟ ها اوكي شطار، يبقى كلمة onions اللي هو البصل، هيبيعه فين؟ يبقى at the، ونحط كلمة market ونحط full stop. وانت بتحل دايما جملة الترتيب او السؤال شوف الجملة، يبقى ترتيب الجملة فاعل فعل ومفعول وتكملة، سؤال يبقى استفهام او فعل مساعد على حسب السؤال. Like and I fish chicken، سهلة خالص، يبقى الفاعل مين؟ I، الفعل يبقى كلمة ايه؟ like، بيحب مين؟ fish. اهي ممكن اجيب chicken الاول ما فيش مشكلة، يبقى I like fish ونحط كلمة and ونحط كلمة chicken، او ممكن نقول I like chicken and fish، مش هتفرق كتير في ترتيب الجمل. He fresh collects every eggs day، الفاعل يبقى he، الفعل يبقى كلمة collects بيجمع ايه؟ يبقى الصفة الأول يبقى كلمة fresh، fresh eggs اهيت، ونحط العلامة every day، يبقى he collects fresh eggs every day. Garden mangoes we in our grow، يبقى الفاعل we نحن نزرع، يبقى كلمة ايه؟ grow. طب هنزرع ايه؟ شطار مانجوز، ها فين؟ يبقى in our، ونحط كلمة garden ونحط full stop. نروح لسؤال القطعة، بقول my name is Dina، I am in grade 5، I like healthy، حفظنا خلاص healthy بمعنى صحي food. I help my mom، تساعد أمها، in the kitchen في المطبخ. We make chicken، بيعملوا دجاج. Beans، فول. Potatoes اللي هي البطاطس. My brother likes to eat chocolate، أخوها بيحب أكل الشوكولاتة. I like chocolate too، تقول أنا كمان بحب شوكولاتة. مين اللي هي؟ دينا. But I don't eat a lot، ما بتاكلش منها كتير. Chocolate is delicious، لذيذة أي، but not healthy، ولكنها ليست صحية. At the weekend، في نهاية الأسبوع، we visit our uncle، بيروح يزوروا إيه؟ عمهم. He grows، بيزرع trees in his garden. He has a lemon and lime tree. My uncle helps me grow a mango tree. It is interesting، يعني شيء ممتع أو رائع. نروح للسؤال الأول، بول دينا's brother، أخوها likes chicken ولا chocolate ولا potatoes ولا lime؟ لا، يبقى هنا كلمة chocolate اللي هي الشوكولاتة. The underlined word، اعرفها بقى على طول طول المنهج، underlined يعني الكلمة اللي تحتها خط. healthy is the، خلي بالك بقى، opposite، opposite اللي هي عكس of unhealthy، nice، delicious، ولا كلمة good؟ خلي بالك كلمة healthy بمعنى ايه؟ صحي، يبقى عكسها غير صحي، يبقى هنا هنحط كلمة unhealthy. سؤال الانسر، what unhealthy food is there in the text؟ ايه اللي هو الطعام الغير صحي اللي موجود في التكست، في النص قريناه؟ اكيد يبقى الاجابة الاهم كلمة chocolate اللي هي الشوكولاتة. طب بول what plants does Dina's uncle grow in his garden؟ ايه الحاجات اللي هو بيزرعها في الجاردن؟ ها من غير ما نرجع للقطعة لو حد فاكر، حاجتين اتنين مهمين، ها ليمون ولايم، تمام. يبقى هنقول he grows lemon and lime، ونحط full stop. طبعا بقى عايزين نقول كلمة مانجو ما فيش فيها أي مشكلة، ولكن الأفضل الاتنين دول. السؤال اللي بعده الترقيم، Ali thinks ice cream is healthy، يبقى ال A capital بتاعت علي، يبقى Ali thinks زي ما هي ice cream ونحط كلمة is
healthy، ونحط في الاخر فول ستوب. طبعا كلمه ايس كريم كمان ممكن نكتبها بالشكل دوت، كلمه ايس وهايفن وكلمه كريم، دي او دي ما فيش فيها اي مشكله. نروح بعد كده لسؤال الباراجراف، بيقول لي اكتب باراجراف من 40 كلمه باستخدام العناصر ديت. يور فيفورت فود، الطعام المفضل بالنسبه لك. هنقول واتس يور فيفورت فود، ايه هو الطعام. Do you like healthy food؟ هل بتحب الطعام الصحي ولا لا؟ طب لما نقول العنوان طبعا هنحط في النص يور، تحول لكلمة ايه؟ ماي، يبقى ماي فيفوريت، ونحط كلمة فود، الطعام الصحي او طعامي المفضل. يبقى ممكن نقول I like eating all kinds، كلمة kinds اللي هي انواع of food. My favorite food is chicken، ونحط كومة fish، and I like drinking، سطر خلص نجيب من الأول، fresh juice اللي هو العصير. chicken and fish are healthy، we should eat healthy food because it makes us strong and healthy، ونحط فول ستوب. fresh juice is good for our body، I don't like eating a lot of chocolate because it is unhealthy، لأنها غير إيه؟ غير صحية. We all should have، بمعنى يتناول، healthy food to be، ونحط كلمة healthy، ونحط full stop. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم مع شرح Lesson 2 اللي هو الدرس الثاني على القناة ان شاء الله.